ظاهرة غريبة جدا بدأت تنتشر كتير جدا، وهي أصلا منتشرة في مصر من زمان. العته اللي احنا بنشوفه من الناس في الشارع، يا حبيبي انت ما تعرفش، ما تقولش روح امشي اخر الشارع، انت ما تعرفش ان الشارع ده ممكن يكون مسافته قد ايه، وامشي وفي الاخر واحد يكون عارف ويقول لي ده انت ماشي غلط. طالما مش عارف مش عيب انك تقول انا ما اعرفش الطريق، لكن العيب انك تفتي. انت فاهمني؟ يا ريت لو مش انت عارف خالص، ما تعرفش خالص الطريق، بلاش تقوله. النصيحة مني بجد، لان انت هتريح ناس كتير جدا. قول ما اعرفش، دي حاجة كويسة جدا ولطيفة، وانا هحترمك لان انت قلت ما اعرفش، فانت مش هتتعبني.